مجلة هي برمضان. يعني مين فينا ما بفكر انه شو الشوربة اللي بدي اعملها، وكتير ستات دايما بيكونوا عم بفكروا انه الشوربات عم نعيدهم وانه يمكن شوي صعب نلاقي فكرة جديدة. رح اورجيكم اليوم شوربة الشعير مع كرات الكفتة. مكونات هاي الشوربة بسيطة كتير. في عنا الكفتة، الكفتة هي خلطة اللحمة مع البصل مع البقدونس، وفي كمان هاي اللي حنعمل منها كرات الكفتة. أنا هلأ هون حضرت كم من واحدة وهلأ برجيكم كيف رح نلفهم. بعدين للشوربة لنطبق الشوربة، هي شوربة شعير فأكيد في عنا شعير، وفي عنا البصل اللي حنقلب فيه الشعير قبل ما نحط مرقة الدجاج، وطبعا في عنا ملح وفلفل أسود. هلأ بدنا نعمل نحنا طابات الكفتة، بس بدنا نجيب هيك شوية كفتة بنحطها على إيدنا، مقدار معلقة كبيرة إذا بدكم الطابات يكونوا كبار زي هيك، أو فيكم تعملوهم مقدار معلقة صغيرة ليكونوا طابات صغار. دائما بالشوربة أنا بفضل الطابات الصغار، بس صراحة أنا عملتهم هيك هاي المرة لأنه أنا كتير بحب أخذ هاي الشوربة على السحور، هيك بتكون هيك وجبة يعني للسحور كاملة. بس أنتوا لما بدكم تضيفوها لضيوفكم يعني اعملوها صغيرة لأنه بصير أسهل انه ياخدوها هيك لقمة مع الشوربة. هي very simple، بس بدنا من يعني بس بدنا نضغطها مع بعض، بعدين حتى ما تلفوها عشان ما تتكسر، وبتحطوها على الصينية اللي رح تدخل على الفرن. انا بحب احط البيكنج بيبر تحتيهم لما يلزقوا، وبنفس الوقت بصير كتير اسهل انظف الصينية بعدين. فكمان واحدة تقريب المعلقة الكبيرة. هلأ أنا عم بعمل على النظر، إذا كتير حابين تكونوا بالضبط يعني المقدار استعملوا المجرينج سبون تبع الكيك الون تيبل سبون، طولوا فيها وبصيروا كلياتهم نفس الحجم. لنبلش الشوربة أول شي رح نحط شوية زيت زيتون تقريب المعلقتين الكبار، وعلى السريع بدنا نزيد عليه البصل. انا بهالاثناء رح احط عليه شويه ملح، شويه فلفل اسود. هلا بنزيد عليه الشعير المطبوخ. انا ما حطيت كتير ملح لانه انا اوريدي ملحه مرقه الدجاج، هلا رح ازيد مرقه الدجاج. المرقه اوريدي كان فيها البهار اللي استعملته انا عم بطبخ الدجاج. هلا احنا حنتركها هيك، حنغطيها ونتركها على بين ما تغلي ونخلي الشعير يطرى شوي. بعديها رح نزيد عليها الكرات الكفتة اللي نحن حضرناهم اوريدي، بس مش هلا، خلي الشعير شوي يطرى وخليها هي تغلي شوي وياخذ الشعير طعم المرقة والمرقة تاخذ طعم الشعير، بعدين بنزيد الكفتة. وهلا رح نحط كرات الكفتة على الشوربة، رح نرجع نتركها تغلي كمان 10 دقايق مع اللحمة علشان كله ياخد طعم بعض وهيك يصير الطعم جاهز، وبعدين بتكون ردي نقدمها. هلأ الشوربة صارت جاهزة لنقدمها. أنا رح أحط المغرفة تبع التقليم هنا، بعدين بدنا شوي شوي نحطها